انا نانسي ذكروري، طالبه بالفرقه الثالثه كليه علوم سياسيه جامعه الجامعه البريطانيه في مصر. المؤتمر كان المفروض بيعقد كل سنة، ولكن طبقا طبعا لجائحة كورونا السنة اللي فاتت كان على ما أتذكر أونلاين، كنتش طبعا الفعاليات بتاعته قوي، لكن هو بيتعمل كل سنة. السنة دي نزل تاني، يعني رياليستيكلي رجع تاني في اللوكيشنز بتاعته، ولكن طبعا بالريستريكشنز اللي كانت معمولة، اللي هو كان لازم الفاكسينيشن والكيو آر كود والبي سي آر والحاجات دي كلها. أنا ترشحت من قبل قسم الجامعة البريطانية، وكان معايا باقي الفريق بتاعي وقتها. كنا فريق a team of five I suppose. أنا كنت في التيم جوا من الجامعة البريطانية، تم ترشيحي من القسم وقتها، وكان مطلوب مني إن أنا أبقى أحط الأول أو أعمل ورقة بحثية، ومن ورقة بحثية طبعا يتم ال evaluation process أو عملية التقييم، ومن بعدها تم الاختيارنا يعني، وبعدها كملنا في المؤتمر. البحث اللي قدمته كان بيتكلم عن استراتيجيات الصواريخ البلاستيه في داخل الشرق الاوسط، وازاي هي مؤثره على سياسات المنطقه. طبعا كان بيتاكل، لان المؤتمر كان متقسم جزئين، يوم 17 كان بيتاكل السياسات داخل الشرق الاوسط بصفه عامه، والجزء الثاني كان بيتكلم اللي هو المنتدى النووي بصفه عامه عن اللي هو التضخيم او السياسات بصفه عامه في اللي بتاكل القوى النوويه داخل المنطقه، وازاي في دول داخل الشرق الاوسط لحد دلوقتي ما مضتش على معاهده حظر الاسلحه الدمار الشامل او اسلحه نوويه زي ايران ومصر واسرائيل. وكنا بنناقش الموضوع ده على امل ان البوليسي ميكرز او صانعي القرار وقتها يقدروا ان هم ياثروا على الشعب. وكان البحث بتاعي كان بيتاكل ان سياسات المجتمع الدولي هي اللي مؤثره على العمليه دي، او اللي هي عامله عقم في ان احنا نبتدي نمشي في خطى قادمه يعني تجاه حظر الاسلحه الدمار الشامل داخل المنطقه، بسبب سياستها المتبعه من قبل او سياستها المضاده لايران والمؤيده لاسرائيل او مؤيده للقوى العالميه في محض ما، فما دام في نوع من انواع البايز او نوع من انواع ال مش عارفه اقدر اجيب الترمينولوجي بالعربي ازاي، داخل قوى معينه داخل الشرق الاوسط، فبالتالي في هيبقى في نوع ما التفخيم. مش هنمشي بطرق دبلوماسيه على قد ما فيش خطه بتتجه بشكل اوسع تجاه ان احنا نطبق ده بشكل رسمي او بفعل معين. مش هينفع تمشي دبلوماسيه او سياسات معينه. المؤتمر كان عمان في الأردن، وكان أول يوم في المؤتمر كان بالجامعة الأردنية، والمؤتمر الثاني اليوم الثاني من المؤتمر كان في فندق الفور سيزونز، وكان كلا اليومين بيضم طبعا كبيرة كده من صانعي القرار، وكان طالع معنا حتى من ضمن الفوج المصري السفير. المؤتمر كان في مدينة عمان بالأردن، كان متقسم يومين زي ما يعني ما ذكرت سابقا. اول يوم كان في الجامعه الاردنيه، وتاني يوم كان في الفور سيزونز. زي برضو ما ذكرت كان بيضم نخبه كبيره قوي من صانعي القرار والاكاديميين والدبلوماسيين. كان عندنا فوق من اليو ان، كان عندنا فوق من جنيف، وكان طالع من ضمن الفوج المصري معانا السفير محمود كارم تبع الجامعه البريطانيه طبعا، لان احنا تقريبا كنا الفوج الوحيد بالاضافه الى شخص اخر لا اتذكر اسمه، بس المصر بس هو اللي كان يعتقد يعني ان هو التمثيل المصري من قبل الجامعه. طيب كان ايه شعورك ده وانت قاعده مع العظماء كلهم؟ والله هو اكيد هو شعور يعني في الاول، طبعا في الاول اول الامر خالص، لان الواحد مش متعود طبعا ان هو يقعد مع يعني ناس في بوزيشنز عاليه او في مراكز قيمه زي دي. ولكن كانت في الحقيقه طبعا اشيد ليها ان الجامعه كانت بتحاول على طول ان هي تدرجنا في مثل هذه الانشطه يعني بصفه عامه، مؤتمرات مع ناس مهمه. كان الجامعه ليها حتى توك سابقه انا شاركت فيها كان مع السفيره البريطانيه هنا في مصر، و سيم تايم برضه السفير الامريكي. كان عندنا برضه توكس كتير الجامعه بتحاول تدرجنا فيها، ما كانش الموضوع بسبب
امامي نوع انواع العائق، ولكن كانت ريسبونسبيلتي عليا طبعا، مسؤوليه كبيره ان انا انتقي الكلام طبعا، لان الكلام بيعتد اول حاجه قبل ما يكون عليا كان برضو باسم الجامعه اللي تبقى في مصر، فكان لازم مش ما هوش عائق، ولكن كان شعور مسؤوليه كبير طبعا. اخطط الفترة الجاية ان شاء الله ان انا احاول اكمل على التراك اللي انا ماشي عليه، اتخرج بسلام و صحيح، واحب اخلص الخطوة الجاية بقى افكر فيها التقديم للخارجية المصرية، طبعا ده بيتوازن مع تحضير رسالة الماجستير ان شاء الله. والله هي مصر يعني كل عارف وضع مصر منطقه الشرق الاوسط عامله ازاي، وحتى ضمن احاديث كتير ادركتها مع ناس كتير كان معانا حتى ضباط وعسكريين في الجيش الاردني معانا حاضرين المؤتمر، وكانوا بيتكلموا عن مصر والتحركات اللي حصلت من اول 2012 تبعتها لحد ما جه الرئيس السيسي والحاجات دي كلها، وازاي لو مصر وقعت المنطقه كلها خلاص يعني هي هتتلاشى، لان المنطقه اصلا بتتلاشى من التهديد اللي بنواجهه في ليبيا وحوالين حتى الاردن، واضح محاولات شائكة عندنا فلسطين ولبنان والعراق والناس كلها محاوطه الاردن، فالموضوع كله مسنود بوجود مصر اللي هي تعتبر نواه الموجوده في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ومنطقه مهمه جدا في الشرق الاوسط اللي بيستند عليها على تبعات الخليج وغيره، كنا بنتكلم عن الامر ده، فكلنا عارفين مكانه مصر، لكن مصر مش هقول ينقصها لكن بتحتاج دعم زياده من ناحيه المكانه الدبلوماسيه في الامر، محتاجين ان احنا نعزز من المكانه الدبلوماسيه، في حين ان الباسبور الشخص المصري بمعنى اصح مكانه المواطن المصري خارج الدوله، لان دي حتى شاهدنا يعني في اخر فتره قد ايه المواطن المصري في دول ما يعني بدا يحصل زي سليفري كده او انزلاق لتحت شويه، مش علشان حاجه ولكن يعني عايزين ان احنا نرجع تاني نقدر نعزز من مكانه الدوله الدبلوماسيه، نعزز من روح المواطن علشان يقدر ان هو يحس ان هو مواطن في بلده زي بره بلده، ما بديش ان هو يحس من ناحيه اللي هو ان هو شيء مشين او ان هو داخل بره عماله مثلا او ان هو لاجئ، هو طبعا مش خارج بره لجوء تحت اي بند من البنود، هو مش في حاجه لاي لجوء، ولكن طبعا علشان الموقف مش احسن حاجه، مش هقدر ان هو عليه سيء، ان هو مش سيء طبعا، ولكن هو مش احسن حاجه، يحتاج ان هو بس يتم له دعم يتم له دفعه، فبتدي النقطه الثانيه ان هو يحس لا انا ليا مكانه، ليا حد يقدر ان هو يبص عليا لو حصل حاجه، دي ودي كانت احلى دفعات ان انا اقدر اخش، فبقدر ان انا احسن من الوضع احسن ما، لان هو الموضوع بيبدا بخطوه زي ما هو بيتعمل.